السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الخضار والفاكهة اليوم 4/7/2021 في مصر: الطماطم من 1.5 جنيه ل2.70 جنيه، البطاطس 4.5 جنيه ل5.5 جنيه، البصل ما بين 1.5 جنيه و3 جنيه، الكوسة ما بين 2 جنيه و5 جنيه، الفاصوليا ما بين 4 جنيه و5 جنيه، الباذنجان البلدي ما بين 1.5 جنيه و3.5 جنيه، الفلفل الرومي من 2 جنيه ل4 جنيه، الفلفل الحامي البلدي من 2 جنيه ل4 جنيه، الملوخية ما بين 2.5 جنيه و5.5 جنيه، الخيار البلدي من 2.5 ل5.5. أسعار الفاكهة: البرتقال الصيفي من 2 جنيه ل4 جنيه، الليمون البلدي من 6 جنيه ل14 جنيه، الكنتالوب ما بين 2.5 ل4 جنيه ونص، العنب البناتي الأصفر من 6 جنيه ل9 جنيه، العنب البناتي الأحمر من 6 جنيه ل9 جنيه، العنب البناتي الأحمر ما بين 6 جنيه و9 جنيه، التفاح المصري ما بين 5 و10 جنيه، البطيخ من 4 جنيه ل6 جنيه الكيلو، المانجو الزبدية ما بين 10 و14 جنيه، المانجو العويس من 15 ل30 جنيه، المانجو السكري ما بين 10 ل18 جنيه، المانجو البلدي ما بين 8 جنيهات و12 جنيه، الخوخ البلدي ما بين 7 جنيه و11 جنيه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.